السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معانا النهاردة في فيديو جديد. النهاردة هنحل مع بعض مشكلة واجهت ناس كتير جدا عند تفليش أجهزة شاومي وبالذات الأجهزة الحديثة، وهي عدم تشغيل برنامج المي فلاش. وهنشوف حل المشكلة وهنحلها مع بعض. حل المشكلة بسيط جدا جدا، تابعوا معانا الشرح، وياريت قبل ما نبدأ الشرح تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زرار الجرس. يلا بينا. أهلا بيكم معنا النهاردة مرة تانية في مشكلة في الفترة الأخيرة ظهرت عند معظم الناس، وهي عدم تشغيل الأداء الخاصة بتفليش أجهزة شاومي، الأداء الرسمية طبعا على أحدث إصدار. لما نيجي نفتح الأداة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، بنختار طبعا الفلاشة من هنا، وبعد ما نختار الفلاشة بنيجي نضغط على ريفرش كده عشان الجهاز يظهر معانا. بيظهر معانا الخطأ ده أو المشكلة دي، حدثنا الإصدار مفيش مشكلة، نفس المشكلة شغالة، جبنا إصدار قديم نفس المشكلة شغالة مفيش حل. حتى كمان لما نحب إننا ننزل الدرايفرات او التعريفات الخاصة بالتطبيق ده بنضغط انستول بيظهر لي نفس المشكلة. طيب الحل ايه؟ الحل بسيط جدا جدا، هندخل على البرنامج اللي احنا محملينه بعد فك الضغط عنه بالشكل ده، وهنا في اي حتة فاضية هنضغط على كليك يمين وهنضغط على كلمة نيو فولدر، وهنعمل فولدر جديد بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. كل اللي هنكتبه هنا هنكتب كلمة log log زي ما حضراتكم شايفين كده، بس ده الحل بتاعها. بعدها تعالوا نشوف النتيجة هتظهر معانا ازاي. هنضغط على البرنامج بالشكل ده، هنضغط على refresh، طبعا مفيش جهاز واصل دلوقتي، لكن تعالوا نجرب في التعريفات. هنضغط على install، هيبدأ يعرف بشكل طبيعي وهينزل لي التسطيبات والتعريفات الخاصة بالواجهة بشكل طبيعي وبسيط جدا. بكده يكون قدرنا اننا نحل مشكلة كبيرة جدا واجهت ناس كتير ومش موجود ليها حل على الانترنت، ولذلك حبيت ان انا اشارك معاكم الحل بتاعها النهاردة. لو استفدت من الشرح بتاعنا ياريت ما تنساش تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زرار الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.